درسنا لهذا اليوم نخرج جوا ونتأمل ونكتشف. درسنا لهذا اليوم هو خاص بالأفعال المضارعة. درسنا اليوم خاص بالفعل المضارع. عندنا الجملة الأولى: دجلة والفرات يجريان بعذوبة، العمال ينجزون عملهم. أنت يا فاطمة تجيدين التدريس. هنا لو ألاحظ الجملة الأولى وتأمل فيها راح أستخرج منها فعل مضارع. فعل مضارع وهو الفعل يجريان، وهو الفعل يجريان. هنا هذا الفعل المضارع لو يعود للمفرد يجري، يجري. ما الفرق بين يجري ويجريان؟ تلاحظون هذا الفرق اللي صار؟ هنا يجري يتكلم عن فاعل مفرد واحد هو يجري، لكن إذا أقول مثلا هما، هما إيش ألاحظ؟ ما هي الزيادة التي حدثت على الفعل؟ نعم ياسر، ألف الاثنين. ممتاز، هي ألف الاثنين. إذا هنا الفعل المضارع اتصلت في نهايته ألف الاثنين، ألف الاثنين، فتتحول أحد الأفعال الخمسة. ننتقل إلى الجملة اللي بعدها: العمال ينجزون عملهم. العمال كم عددهم؟ العمال هل هو واحد أم مثنى أم جمع؟ جمع. ممتاز، هنا العمال جمع. هل يجوز أن أقول العمال ينجز عملهم؟ لا. محمد داري، العمال ينجز عملهم؟ لا يمكن، لأن لغتنا العربية من جمالها أن يكون الكلام متطابق، أن يكون الكلام متطابق، العدد مع المعدود. إذا هنا يجب أن نحول الفعل من مفرد ينجز إلى جمع، نتكلم عن جماعة. وهو بإضافة واو جماعة. نعم، شلون تحول الفعل إلى جمع؟ تحول الفعل إلى جمع بإضافة واو جماعة. ممتاز، فأصبح هم ينجزون. هم ينجزون. طبعا في حالة المخاطب. نعم حمزة، أنتم تنجزون. أحسنت، هنا فعل المخاطب هنا أنتم. أنتم تنجزون. أنتم تنجزون. إذن هنا الفعل المضارع هو فعل مضارع اتصلت في آخره واو الجماعة، فأصبح من الأفعال الخمسة. إذن هنا هاي الأفعال جميعها مرفوعة. صيغة الإعراب: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ثبوت النون. إذن هنا ظهرت لي علامة جديدة باللغة العربية وهي ثبوت النون، لأن هنا يتم لفظ النون بالكلام. يجريان فعل مضارع مرفوع وعلامة ثبوت النون. ثبوت النون، والألف فاعل، والألف فاعل. ممتاز، ينجزون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعل، والواو فاعل. تجيدين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والياء فاعل. إذا نعم لن تنجزوا، لن أداة نصب ونزل. ممتاز، تنجزوا تنجزوا فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه حذف النون والواو، والواو. ما هي الأفعال الخمسة؟ ما هي الأفعال؟ لماذا سميت خمسة؟ هي سميناها خمسة. السؤال لو أنظر: يجريان تجريان، ينجزوا تنجزوا، وتجيدي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. لذلك سميت خمسة لأنه نشتق من الفعل خمس حالات: اثنين مثنى على ألف الاثنين للغائب والمخاطب، هما وأنتما، هما يجريان، أنتما تجريان، واثنان لواو الجماعة: هم ينجزون، أنتم تنجزون، وواحدة للمفردة المؤنثة المخاطبة: أنت تجيدين. لذلك سميت خمسة
لاشتقاق خمسة أفعال من الفعل المضارع. كل فعل مضارع ممتاز. أحسن. اتصلت في آخره واو الجماعة جماعة وياء المخاطبة وألف الاتباع. أحسن تفضل. نعم حسين. هو كل فعل مضارع اتصلت فعل مضارع مضارع اتصلت بآخره اتصلت بآخره ألف الاثنين وآخره ممتاز وواو الجماعة ويا المخاطبة ممتاز.